حبيبي الاولاني بقى بتذكر طول الوقت طول الوقت. حبيبي الاولاني لسه انت بتفتكرها الاغنيه دي؟ يا لهوي طبعا، ايه ليه؟ بدايتي ماشي، فخلاص في حاجات يعني نجحت اكتر منها ولا لا؟ مش موضوع نجحت اكتر، بس الاغنيه دي البدايه. مستحيل في حاجه بالنسبه لي هتعوضها. البدايات دايما بتبقى اقوى حاجه الحقيقه. ما حدش جاب سيره كلمه غريبه ليه؟ لسه كنت اقول لك كلمه. لا ازاي كلمه دي ما حدش جاب سيرتها؟ لا لا، اغنيه مهمه جدا في حياتي طبعا. دي اغنيه، ده كان نوع جديد في المزيكا في الفتره دي. خلي بالك كلمه دي كله كان نازل هاوس، كله كهاوس هاوس، كانت موضه الهاوس يعني. وانا قمت عامل اغنيه عكس الهاوس تماما تماما، لكن عشان كده نجحت جدا مع الناس. ستايل مش شبه حاجه يعني. ستايل التوزيع ده اسمه ايه؟ بوب ميوزك. الشكل ده كان كله هنا، وانا قمت عامل عكس السرعه دي. وكانت طبعا بالنسبه لي يعني تفاصيل بتكلم فيها ما اعرفش بقى، الناس اكيد هتفهمها يعني، برضو الناس بتفهم جدا في المزيكا. فكنت انا بهتم بموضوع السرعات ده، فكانت الاغنيه سرعتها عكس اللي موجود، بطيئه. فنزلت عملت حاجه انا ما متخيلش انها تنجح كده يعني. قلت اكيد هتنجح، اغنيه حلوه بس مش كده، نجحت قوي كلمه ساعتها. اكتر اغنيه بحبها حياتي مش تمام، بحب كل اغاني رامي صبري، بعشقك مع نفسي وحموت من غيرها وشطبنا وكلمه، اي كلمه اخيرا ذكرت. الف ما شاء الله عليك، جوايا هتعيش، يا خبر ابيض على الاحساس اللي بيحصل. ذكريات. لا وتحس ان فجأة الدنيا كده. انا شايفك في كل مكان، مسكت كده عليك ماسكه وحشه. ما هي ذكريات الاغاني دي، هو ده برضو الموضوع، ان انت تعملي اغاني تعيش مع الناس وتبقى ذكريات، لما تسمعيها تفتكري موقف عمرك ما تنسيه وممكن تعيطي عليه. طب انت مش واخد بالك انا ساعات بعمل كده؟ انا ساعات بسمع اغاني يعني جوايا تعيش، لما بسمعها ساعات وانا ماشي في العربيه كده في نجوم اف ام مثلا، وانا مروح مثلا الليل افتح نجوم اف ام اسمع ايه اللي شغال، الاقي نفسي شغال مثلا وجوايا هتعيش وانا ماشي. اكيد ببقى مبسوط قوي، بس في نفس الوقت بقول يا الاغنيه دي انا عملتها سنه 2008. ده انا بقالي شويه حلوين بغني، واقعد اسرح في الخيال كده اقول ساعتها كنت بعمل ايه، كنت فين، كنت بفكر ازاي، ما كنتش اتجوزت صح، كان طموحي ايه، اتجوزت، كان طموحي ايه، كنت اتجوزت، كنت لا كنتش لسه متجوز. مين بقى اللي كانت جواك عايشه ساعتها؟ انت ما هي سامعانا. شيرين. ما هي سامعانا. مين قصدك؟ شيرين مراتي يعني؟ لا ما انت كنتش اتجوزت، كان في قبل حد عايش جواك. انت عايزانا نختار نتخانق بقى؟ لا لا، هي صاحبتي وهي عارفه ان انا بها يعني. لا خالص، شيرين معايا من 2007. فكانت شيرين اللي جواك عايشه. بس دي اغنيه ذكريات، ما تحاولش تضحك عليا. انا مش بتكلم على الحب، انا مش بس عندي الموضوع ستات بس يعني. امال ايه بتتكلم عليه؟ لا انا بتكلم في ذكريات الحياه، شباب والشغل والطموح والحته دي، كانت ساعتها الشغف كان كبير قوي، وكان الحياه غير دلوقتي. وخلاص دلوقتي برضو الواحد الحمد لله يعني وصل لحته كويسه، وطبعا لسه عايز اكتر اكيد. بس ايه، كان ساعتها الموضوع ما كان عامل كده. فبقعد اسمع الاغاني القديمه دي، والله ساعات بدمع كده وانا في العربيه افتكر الذكريات الجميله دي قوي. طب انت مش زي الشباب على فكره، بسمع الاغاني دي زي الشباب، بتتاثر بيها كانك. أيوة. مش انت اللي مغنيها بالظبط لحد هو دلوقتي. انا عايز اوصله لي لحد دلوقتي. حبيبي الاولاني دي بتلمسني قوي. بحس ان حد تاني بيغنيها يعني. يعني اغنيه برضو كانت مختلفه خالص، جان جديده قوي. يعني كلام اللي انا اعتقد ان اللي نجحني في الاول ان اختلافي عن بقيه الموجود، لان انا بعيد عن ان صوتي كويس والحاجات العاديه اللي كل الناس صوتها حلو على فكره يعني. مش يعني مش هو ده بس الموضوع يعني. الاختلاف في الكلام وفي الشخصيه اللي انا عايز اقدمها للناس، ده جزء منه نجحني. ان اغنيه حبيبي الاولاني كانت اغنيه حبيبي الاولاني، فالناس كلها تبقى عايزه تعرف ماله حبيبي الاولاني. هم قالوا ان ده خدعه. لا لا لا، حب الاول خدعه. لا طبعا، ازاي يعني؟ الحب الاول ده هو اللي لما يعدي من قدامك قلبك يدق. ما بقاش. لا الحب الاولاني. انا بكلمك عن احساس انا وانا عيل صغير. وانا عندي 19 سنه ولا 20 سنه ولا كده، اول مره احب بنت. كانت لما بتعدي من قدامي كده قلبي بيدق فعلا يعني. قلبي بيدق جامد كده، عارفه لما اكنك خايفه، اكنك قلقانه، اكنك الاحساس ده ما بقاش يحصل طبعا
من كتر التجارب يعني اكيد. ولما بتكبري شويه بتاخدي خبره اكتر بتبقى الموضوع 50% قلبك و50% المفروض يبقى عقلك يعني. فاهماني؟ لكن زمان احنا كناش بنحب كده واحنا عيال صغيرين نحب قلبنا بس، اي حاجه بنحبها شايفينها كل حاجه فيها حلوه، فاهم قصدي؟